انترنت بروتوكول. برافو عليك. طب في اي بي تاني في الباور، حد يعرف اي بي اللي مكتوب عليها؟ يعني مثلا هي في الباور او في التليفونات ولا في اي حاجه بيبقى مكتوب عليها اي بي؟ هل اي بي اللي مكتوب على التليفون دي، الايفون مش عارف كام لما نزل، ولا الاي بي اللي مكتوب على لوحه الكهرباء؟ في حاجه تانية اسمها اي بي، انا نسيت اقولها بس في الشرح. يعني انا في عندي اتنين اي بي، الاختصار اللي اسمه اي بي ده في منه حاجتين. في عندنا احنا في اللو كارنت المشهور شويه فيهم اللي هو اسمه ايه، انترنت بروتوكول. البروتوكول تعريفه بالعربي كده عباره عن مجموعه من القواعد والاسس او القوانين اللي بتحكم علاقه مجموعه من الملفات، مجموعه من الترانزستورز او مش عارف الاي سي هات او اي ديفايسز بتتكلم مع بعض، بيبقى فيه بروتوكول بيحكمهم، فيه قانون زي ما احنا حتى شايفين في البرنامج. انا في قانون بيحكمنا احنا في البرنامج، انا بقدر اهو اتحكم في المايكات، اشغل المايك بتاع فلان، اقفل المايك بتاع مهندس تاني، يبقى ده اسمه بروتوكول. يعني ده مجموعه من القواعد والاسس، تمام، المتعارف عليها، او مجموعه من القوانين اللي بتحكم اي علاقه معينه، تمام، اي علاقه، تمام، في قوانين بتحكمها زي عقد كده بيتكتب بين الناس، تمام، بيسموه بروتوكول. طيب يبقى في حاجه خاصه او بروتوكولات، قوانين بتحكم الانترنت او التعامل من خلال الاي بي هات، الانترنت بروتوكول. في حاجه تانية اسمها اي بي في الباور او في اللوحات، او برضو بتلاقيها في التليفونات مكتوب عليه اي بي، والاي بي برضو دي بتبقى مكتوبه في بعض الاوقات على كاميرات، على الكاميرات اللي هي اوت دور. احنا صنفنا يا شباب امس تصنيفين مهمين جدا للكاميرات لما شفنا الاكسل شيت. كان في كاميرات اندور، يا ريت تكتب التصنيف الاولاني اهو، اول تصنيف للكاميرات، هل الكاميرا هي اندور ولا اوت دور؟ حد يقول لي ايه الفرق بين الكاميرات الاندور والاوت دور كده بالبلدي، مجرد مفهوم هو من قبل ما ايه ناخد التفاصيل. ايه الفرق تتوقع بين كاميرا بتشتغل في الداخل وكاميرا بره؟ الاوت دور تتحمل الغبار والحراره والشمس والمطر، صح؟ الاندور لا، ما والمطر، ايه الاندور الستاندرد ما تتحمل، ايوه ما تتحمل الحراره والشمس والمطر، صح. طب الكاميرات الاوت دور بالذات بيبقى مكتوب عليها اي بي مثلا 67 او 66 او 65، هذا أيوة. الستاندرد حق قدرتها على المواجهه للغبار، قدرتها لمواجهه العوامل الجويه، سميها العوامل الجويه، العوامل الجويه، ايوه كلها اللي هي أيوة. المطر والغبار والمش عارف ايه والكلام ده. خلي بالك هتلاقي معظم الديفايسز مكتوب عليها كده اي بي، مثلا اي بي 67 مثلا، قبل انوار اللايت اي بي 20 مثلا، تمام. في الكشافات هتلاقي الكشاف ده يكتب لك كشاف مثلا داخلي انت حاطه في غرفه يكتب لك اي بي 20، واحد تاني حاطه بره في الشارع يقول لك اي بي مثلا 65 ولا 67 ولا 66، وفي 68 وفي 69 اقصى حاجه. الموبايلات لما نزلت اللي يقول لك الموبايل ده اي بي 69، والناس يقول له يا عم عادي ايه 69، لا ده ليه القدره ان انت لو حطيته في الميه، يعني وقع منك مثلا التليفون في المسبح تمام او في ميه وتحت ضغط بيصل الى 3 متر كمان فوق الموبايل بتضغط عليه بالميه، برضه ما تدخلش الميه فيه. لو حضراتكم شفتوا الكاميرات اللي محطوطه في الشوارع، تمام، هتشوف ان الكاميرات دي بتنزل عليها المطره، تمام، الانكلوجر بتاعها اللي هو الجسم اللي من بره ده متقفل بدرجه ان هو ما يدخلش ذرات الغبار الصغيره، تمام، ولا ما يدخلش قطرات المطر، ولا ما يدخلش اي حشرات ولا اي كائنات ممكن تبقى ايه موجوده على الانكلوجر او الجسم بتاع الكاميرا. فاي بي هنا معناها، اكتبها الكلمه دي، اسمها اندكس اي ان دي اي اكس بروتكشن، تمام. بروتكشن يعني ايه؟ حمايه، درجة الحماية، درجة ايه؟ الحماية، درجة زي الأجهزة المكتوب عليها الهيفي ديوتي، هي دي مش زيها، هي دي. أول رقم عايزك تكتب كده، أول رقم هنا، أول رقم من على اليسار ده بيمثل الحماية ضد الأجسام الصلبة، أول رقم على اليسار بيمثل الحماية ضد الأجسام الصلبة. الرقم الثاني اللي هو على اليمين اللي هو السبعة في الحالة بتاعتنا دي، الحماية ضد الأجسام السائلة أو الليكويد، المية، أي سوائل مش شرط المية يعني. يبقى الرقم اللي على اليسار الستة ده بيمثل حماية ضد الأجسام الصلبة اللي هي إيه؟ ذرات الغبار مثلا، تمام؟ يعني أنا لو ينفع أروح أحط لوحة داخلية من اللوحات بتاعت الكهرباء أحطها بره في الشارع زي اللوحات بتاعت الإنارة اللي أنت بتشوفها، هل تتوقع إن لوحات الإنارة اللي مرمية في الشوارع دي الأي بي بتاعها صغير؟ لا طبعا، وإلا لو دخلت أي نقطة مية
جوه اللوحه، اللوحه نفسها فيها كهرباء هتولع، لو دخلت ذرات غبار جوه اللوحه هتلاقي البريكرات نفسها، البريكر ده كل شويه انا بنزله واطلعه تمام بالبول بتاعه، البريكر ده هيتملي طين وتراب ومش هيشتغل. فلازم يبقى اول شرط تبص عليه حضرتك في الحاجات اللي هتشتغل بره تمام، تبص على الاي بي، تبص على الاي بي. اي بي هنا معناها اندكس بروتكشن تمام. وانا هدي لك ان شاء الله بعد ما نخلص الكاميرات كده هدي لك سلايد كده فيها التفاصيل بقى، يعني لو كان اي بي مثلا صفر صفر ده معناه ايه؟ مفيش حمايه خالص. بعد كده 1 0 1 2 1 3 لحد ما نوصل اعلى رقم فيه الحمايه ضد الاجسام الصلبه اللي هو 6، واعلى رقم في الحمايه ضد الاجسام السائله وصل لحد 9 حاليا تمام. بس معظم اللوحات بتستخدم اي بي 67 او 66 في الحاجات اللي هي بتبقى موجوده العاديه، ان هو بيتحمل ما يدخلش فيه ذرات الغبار الصغيره جدا اللي اقل من جزء من الملي، ولا يتاثر بالميه حتى لو اتحط تحت ضغط من الميه بيصل الى 3 متر، يعني الجسم يبقى مغمور تحت الميه تحت ضغط لحد 3 متر وبرضه الميه ايه ما تدخلش داخل هذا الجهاز. يبقى انت في عندك دلوقتي عايز الناس ترسخ المعلومه دي كويس، في عندك 2 اي بي في الشغل. في اي بي هنقول عليه في الداتا اسمه انترنت بروتوكول، ده عباره عن بروتوكول تمام، عباره عن مجموعه من القواعد والاسس اللي بتحكم حركه ملفات معينه او اجهزه معينه تتكلم مع بعض. الاي بي الثانيه انا ذكرتها حاليا عشان موضوع الكاميرات الاوت دور، من اهم الشروط اللي انت المفروض تدور عليها في السبيكس تمام، في المواصفات الفنيه الخاصه بالكاميرات الخارجيه تشوف الاي بي بتاعها كام، ويفضل ان هو يبقى اعلى اي بي ممكن. ليه؟ لان كل ما يكون الرقمين دول 6 7 بي 6 8 بي 6 9، واحد جاب لك مثلا اي بي يقول لك اي بي 54، لا 54 مش هينفع معانا بره في السوق في ظل الظروف والمطر الشديد والغبار الصغير جدا ده، فانت علي الاي بي. اعلى رقم واصل حاليا الاي بي 69، فهنا اي بي معناها اندكس بروتكشن، اندكس ايه؟ بروتكشن.